أكيد وأكيد أكيد. وليد صادي هو ابن الحركة الرياضية والكروية خاصة، هو لديه طموح الشباب لأنه هو رئيس شاب يريد أن يضخ دماء جديدة في المنتخب الوطني، وهذا عهده، يريد أن يعطي الثقة لهؤلاء اللاعبين الشباب الذين لم يخيبوا بإمكاناتهم الفردية. الآن وجب البحث عن عمل جماعي أكثر والقادم أفضل. المنتخب الوطني دائما ما كان يعود بقوة، والتاريخ يتحدث عن هذا. المنتخب الوطني كلنا ثقة فيه وسيعود وسيفرحنا بأداءات إن شاء الله ستكون عالمية وتعود الفرحة للجمهور الجزائري. بلاطة يتمنى لكم رمضان كريم. شيبس لوكس يتمنى لكم رمضان كريم. مجمع زيرتوب يتمنى لكم رمضان كريم. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.